والآن متابعة لأخبار الكرة والملاعب. وعودة مرة أخرى إليك رغدة أبو ليلى. شكرا لكم. الآن مع الوقفة الرياضية. أهلا بكم من جديد. يخوض منتخب مصر تدريبا صباحيا غدا باستاد الدفاع الجوي ضمن استعداداته لمباراة السنغال بإياب المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022. تتوجه بعثة المنتخب في تمام الرابعة عصر غدا الأحد إلى السنغال على متن طائرة خاصة. وقرر المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش ضم كل من رامي ربيعة مدافع الأهلي وعلي جبر مدافع بيراميدز لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة السنغال في تصفية كأس العالم 2022. واستعان كيروش بخدمات ربيعة وجبر بعد إصابة بالأنف تعرض لها محمد عبد المنعم مدافع المنتخب أمام السنغال. ومن أجل تعويض غياب محمود حمدي الونش عن لقاء الإياب بالسنغال بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات. حقق المنتخب الوطني فوزا غاليا على نظيره السنغالي بهدف وحيد بالمباراة التي جمعت بينهما باستاد القاهرة الدولي في ذهاب الدور الحاسم لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم. ينتظر المنتخب الوطني مباراة الإياب الثلاثاء المقبل بالعاصمة السنغالية دكار من أجل العبور إلى المونديال. في مباراة حماسية حقق المنتخب الوطني الفوز على نظيره السنغالي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما باستاد القاهرة الدولي في ذهاب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم. جاء الشوط الأول سريعا وقويا وضغط المنتخب المصري في البداية لإحراز هدف مبكر، وهو ما تحقق من بينية عمرو السولية إلى محمد صلاح الذي سدد بقوة في مرمى السنغال لترتد من العارضة في قدم ساليو سيسي لتتحول في مرمى ميندي حارس السنغال. وبعد المباراة سادت أجواء من الفرحة العارمة وسط الجماهير في الشوارع بمختلف المحافظات، وعبروا عن سعادتهم بأداء لاعبي المنتخب الوطني أمام السنغال وقدرتهم على تحقيق الفوز. أتمنى إن شاء الله أن احنا الماتش اللي جاي نكون عاملين حسابنا أن احنا نلعب على أرضهم وربنا يسترها، وإن شاء الله الصعود لمنتخب مصر. بحمد ربنا الحمد لله، ألف شكر ألف حمد، وربنا هيبقى معنا المرة الجاية إن شاء الله وهنوصل كأس العالم بإذن الله. مصر كلها تفرح إن شاء الله بالصعود نهائيات كأس العالم إن شاء الله. الحمد لله هطلعنا ب1-0 على أرضنا ونعمل نتيجة إيجابية هناك مثلا ويخش فينا جوان برضه. إن شاء الله يعني نستمر على كده إن شاء الله، وباستكمال السويس طبعا وفرحتهم، والحمد لله كسبنا. بإذن الله نكسب الماتش العودة. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. إن شاء الله يوم الثلاث بإذن الله هنرجع من السنغال برضو إن شاء الله هنبقى كسبانين، وإن شاء الله نصعد كأس العالم، وإن شاء الله شعب مصر كله يفرح. مبروك المنتخب مصر، وإن شاء الله المكسب لنا إن شاء الله في كأس العالم. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين المنتخب الوطني ونظيره السنغالي الثلاثاء المقبل في العاصمة السنغالية دكار، حيث تسعى مصر للتعادل بأي نتيجة أو الفوز من أجل العبور إلى المونديال. قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز على فنزويلا بنتيجة 3-0 بتصفيات كأس العالم لكرة القدم. وضمنت الأرجنتين بالفعل التأهل للنهائيات قبل خوض المباراة أمام متذيل ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية. هذه الهزيمة هي العاشرة لفنزويلا في آخر 12 مباراة، بينما مددت الأرجنتين سلسلة من 30 مباراة دون هزيمة منذ يوليو 2019. نهاية الأخبار الرياضية.